انتم تعرفون اللي تسوونه هذا اسمه خطف؟ اقول اقطع وخص ولا بمخمص على اذنك الحين. ما تدرون وش عقوبة الخطف؟ جواد ايش اسم ابوك؟ عساف. يعني انت نور وابوك عساف؟ ليه صار جدك خوسيه سيارة؟ هي شايفنا قطل عندك هنا؟ يا شباب انا اقول لكم الحقيقة، انتم تقولوا اسمي عامر وانا اسمي نور عساف، اكيد انكم مشبهين علي، والمثل يقول يخلق من الشبه 40. الجوالات الايفون اللي بنفس الكرتون ما تتشابه، روح العب غيرها. وخلصت الكلام. الظاهر ما في فايده يا عيال. اقول نقعوا الخيزرانه. يا الحين هذا ليه الحين قاعد يشتغل؟ من الصبح هو قاعد نفس القعده دي وعمال يطلب مننا كل حاجه. حول ولا قوه الا بالله. اللي قل لي وشه من اللحيه؟ ملوش حل، مفيش تفصيله بتعدي عليه، مفيش معلومه غير لما بيعرفها، مفيش ورقه غير لما بيطلب يصورها. احنا مش عارفين نعمل ايه معاه. خلاص خليك معه وتابعه. حاضر. لا يروح على عينك سامع. حاضر فهمت. حاضر بسرعه. أنا نور، ماني بعامر، ما تفهم؟ تكلم، هذا مين؟ تكلم! قلناك أستاذ نور! أهرج! أنطق! زيد يا شكر! أصبر عيال شوي وحطلع الجن اللي فيه! أي. تسود عليه! أي. تسود! أي. أي. نور! طمنيني، حد رد عليك فيهم؟ إيه رد علي واحد منهم وسألته على الأستاذ نور، قال ما نعرف أحد بهالاسم وهاللعبة اللي تلعبونها مو بعلينا. بيطلعونا منين دول؟ بيطلعونا منين دول؟ تعتقد ان وراهم حد؟ انا شكيت في البدايه، قلت يمكن منافسين ثامر ما يبون يعقد الصفقه، لكن اتضح لي انهم اغبياء بس مشبهين علي. بس احنا على كده لازم نبلغ الشرطه. لا لا لا، هذول خلهم علي. امشي.